انا بطلع ايه اتكلم مثلا على التحكيم، يقول لك اصله اسلام شاطر في قناه الاهلي ضد التحكيم. يعني ضد التحكيم ايه؟ ده تحكيم بلدي. هما لما يطلعوا الحكام دول لما يطلعوا يلعبوا في كاس عالم هبقى انا زعلان. انتوا بتهزروا؟ انتوا بتقولوا ايه؟ لكن انا كل مباراه عندي مشكله، كل مباراه تخص النادي الاهلي عندي فيها مشكله، على الرغم من ان انا بكسب، لكن كل مباراه عندي فيها مشكله رغم من وجود الفار بالمناسبه. يعني في افريقيا نفس الكلام، مباراتين على التوالي اهو، مباراه سان داونز اتغلبت 1-0 وبسبب ان الحكم كان ممكن يطرد لاعب، مش بسبب لكن الحكم كان ممكن يطرد واحد ما طردوش. ماتش المريخ اخطاء تحكيميه بالجمله، مش خطا واحد، اخطاء تحكيميه واخطاء اخراجيه في نفس الوقت. وبعدين يعني الواحد لما يجي يقعد يفكر كده، طب ويقول لك اصل قناه الاهلي ضد الحكم، احنا والله ابدا احنا مش ضد حد، احنا بنشوف اللي احنا الحاجه اللي جمهور النادي الاهلي وكل الناس شايفاها بمنتهى الاريحيه وبمنتهى الهدوء والكلام المحترم والمنطق والعقل بالمناسبه. بنبص بعيننا وبنقيم، وفي خبراء تحكيم برضو بيقولوا هذا الكلام. فلكن انا وانا لو المباراه عدت والاهلي عامل يعني عنده كل حقوقه ولم يتعرض الى اي ظلم تحكيمي، انا هبقى زعلان ليه؟ ولا الفريق اللي قدامه بالمناسبه. انا مش عايز حد اظلمه عشان اخد انا حقي، لا، اديني حقي وادي الفريق التاني حقه ويشوف النادي الاهلي هيكسب ولا مش هيكسب. بس هو وكل يوم هقول الكلام ده، وكل يوم هفضل اقول الكلام ده، لان هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقة، وهي دي دايما اللي هنفضل وراها. ولو توفرت العدالة التحكيمية والأمور مستقرة مش هطلع أقول الكلام ده كل يوم، لأنه بيقول لك أصل النادي الأهلي أو قناة الأهلي بتشن حرب مش عارف إيه نووية وحرب على الحكام. والله ما بيحصل، ولا بنشن حرب ولا بنقول حاجة. أنا بقول، مش أنا لوحدي، كل برامج القناة بتقول، كل واحد بيقول اللي هو عايزه. وقناة النادي الأهلي زي النادي الأهلي بالظبط، بنحترم كل عناصر المنظومة، ما عنديش أي مشكلة مع حد. ولكن لما ألاقي يعني يا مؤمن، لما ألاقي نفسي غلطان في شيء، أو لما ألاقي النادي الأهلي ليه حق في ركل الجزاء، ما أطلعش أقول أسكت وأقعد أسقف للحكم. أنا قناة الأهلي لازم أطلع أقول الكلام ده، والنادي الأهلي ده بيمثل مصر كلها في كل المباريات اللي بيلعبها، القارية طبعا والعالمية. فأنا بستغرب جدا من الكلام اللي بيتقال والكلام اللي بيقعد يتزق في كل حته، وصل ضده. ضد ايه احنا؟ ولا ضد ولا انا بقول اللي انا شايفه، وهفضل اقول اللي انا شايفه، ما عنديش اي مشكله. طول ما في مخرج ما بيعدش لقطات هطلع اقول ان عندنا مشكله في الاخراج. طول ما في حكم ما بيديش النادي الاهلي حقه هطلع اقول ان النادي الاهلي ما بياخدش حقه. طول ما في رابطه انديه بتعمل شيء جيد هطلع اقول ان رابطه الانديه بتعمل شيء جيد. ولو غلطت هطلع اقول ان هي بتعمل حاجه غلط. ايه المشكله في اللي الواحد بيقوله؟ انا وبنتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، وبنحاول ان احنا دايما ملتزمين بميثاق الشرف الاعلامي وبمدونه السلوك الاعلام الرياضي وكل هذه الامور الرائعه اللي احنا دائما ما بنكون ملتزمين بيها وهنفضل نلتزم بيها، ومش بندعمها لانها دي الطبيعه بتاعه النادي الاهلي وكل من ينتمي للنادي الاهلي. ف يعني يا جماعه من فضل حضراتكم ما حدش يقولنا كلام احنا ما قلناهوش. من فضل حضراتكم طبعا، ده اللي بعض من لا يشجع النادي الاهلي هم اللي بيحطوا الفيديوهات الغريبه اللي بيقعدوا يعملوها دي، ويحطوا لي فيديو مع مش عارف مين ويعملوا ايه والافلام والحاجات دي، ما عنديش مشكله. الحاجات اللطيفه بنقعد نضحك ونهزر، لكن انا ما قلتش الكلام اللي حضراتكم بتقولوا ده خالص خالص. وهفضل انتقد اداء اي حكم طول ما هو وحش. اداء اي حكم هفضل انتقده، وهفضل اقول كذا وهفضل انتقد اي شيء غير جيد هفضل انتقده، ما عنديش اي مشكله في هذا الامر، وهفضل دايما اعمل كده. ارجع بكره